الأرض أول ما ابتدى. أخو قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان الإنسان. إنسان جبنا وجرأته يبقى هو الإنسان إنسان. قلب تمنى وانجرى عين بكت حزن وفارة يمشي يعمر دنيته يقطش يدم بصفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان. عمتي بغيتي تقولي لي شيء؟ حسيتك تلمحي بشيء بس ما فهمتي. بقول لك بس اريدك تكوني صادقه معي. اكيد عمتي، انت تعرفي اني انا ما اخبي شيء عنك. ايش بينك وبين الدكتور نواف؟ علشان كذا اصريت انه نبتعد عن البيت. عمتي في شيء؟ ما قصدت اوصل هنا. طيب نرجع؟ احسن نرجع.
عمتي انتي بخير؟ بخير. ما قلتي لي ايش سالفة الدكتور نواف؟ ولا شيء، اقصد ما في اي سالفة. هو يشتغل دكتور في المستشفى اللي انا فيه صيدلانية. هذا اللي انا عارفه، قولي لي اللي ما عارفه. ما في غير هذا. ماجدة، انت وعدتيني. صدقيني يا عمتي، والله ما في شيء. ايش اللي يخليك تظني انه بيني وبينه شيء؟ انا اقول لك، لما كان يخبرنا عن نجاح العملية انت ناديتيه نواف من غير لقب دكتور. انا نفسي ما خبيت بالي على هذا، يمكن فرحتي بابوي خلتني ارفع الكلافة على اساس انه هو قدم خدمة كبيرة لابوي. هذا هو؟ تأكدي يا الغالية، لو في اي شيء انت الوحيدة اللي ما ممكن اخبي عليها، مثل ما قلت لك. ليش انا طول عمري قاسي عليك؟ اذا قسوتك معناتها انك تطمني علي، فانا اقول لك زيديني من هذه القسوة يا عمتي. طيب ماجد، روح أكل. كلامي زعلك ولا أنا غلطانة فيه؟ ما أدري، بس خلاص روحي، أريد أكون وحدي. عمتي ليش تخبي كل هذا الحنان عنا؟ هذا الكلام كله ما له معنى الحين. عمتي أنت حنونة، بغيتي تعترفي أو لا، أنت عندك حنان لو توزع مهما توزع ما بيخلص. الحذرة هذه كلها ما لها معنى. سمي اللي تسمي بس لازم تسمعيني. ليش ما تحترمي رغبتي؟ اريد اكون وحدي. وليش ما تريديني اقول اللي عندي؟ لان كل اللي بتقوليه مجرد عاطفه. طيب سمعي بالاول. عارفه ايش تريد تقولي؟ انت ما تريد تسمعي اللي انا اريد اقوله. ماجده وبعدين معاكي؟ سمعيني، ما اطلب منك الكثير لما اقول لك سمعيني. ليش يضايقك لما اقول لك انك كلك حنان؟ لاني اخاف من هذه السيره. بس هذا ما يلغي وجودها من طبيعتك. هذه كلها حذرة. أنا أقولها وأكررها، سمعي يا حذرتي. شفتك والفرحة في عينك بعد نجاح العملية، وانت تحمدي الله وتشكري. كل هذا وغيره ايش بسميه الا حنان؟ حنان نادر، نادر مثل ندرة الانسان اللي تبرع لابوي بكليته وطلب انه نحن ما نعرف عنه اي شيء.
أدريني يا عمتي لما أقول لك شيلي عني قناع القسوة، الحنان منك أحلى. ورمث كبدي من الضحك، انسان خرافي، انسان غير معقول. وانت طيب كثير يا قيصر، صافي مثل الماي الصافي، ودود وشقي مثل الطفل. بس انا ما طفل الحين. لا 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 ابدا ابدا، انت شاب وفي عز الشباب ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما ادري ليش ارتحت لك بهذه السرعه. لا تخليني اصدق اني اول انسان ترتاح له بهذه السهوله. وبتصدقني لو قلت لك انها نادر تحصل معي؟ اكيد بصدق. انت تشتكي من شيء؟ لا لا صدق، هذه عاده ما قدرت اتخلص منها. ضايقك هذه الحركه في شيء؟ لا ابدا، بس قلت لا يكون تتوقع من شيء لا سمح الله. لا لا ابدا. يا الوقت مر بسرعه. ارجوك لا تقول لي ان عندك شغل. قيصر بعد شويه بيأذن المغرب، ايش رايك نروح نصلي؟ نصلي نصلي نصلي. شوف يا قيصر، انت كنت متضايق ولما تكلمنا وضحكنا مع بعض شويه انت ارتحت، تريد ترتاح اكثر؟ خلينا نصلي مع بعض وبعدين بتشوف كيف بتكون نفسي. نصلي؟ طبعا ما اقدر اقول الا نصلي. يلا توكلنا. توكلنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. مشغولة يا مادة؟ ما كثير يا دكتور، تفضل. أبدا، كنت قريب الصيدلية، قلت أسلم. الله يسلمك. طمنيني، كيف صحة الوالدة؟ ماجدة تسميني؟ ها؟ الوالد الحمد لله الحمد لله بخير. وانت بخير؟ انا اكيد بخير الحمد لله. عموما لا تنسى تذكري الوالد بموعد مراجعة ان شاء الله.
فيه؟ ولا شيء، بس استريح. شوفي احسنتك، اليوم كنا مع بعض نتريح، بس ما حسيت انك تريد تقول لي شيء. اذا انا مخرب عليك او شيء ترى بطلع. لا حاشا، انا ما قلت كذا. تخيل انت الانسان الوحيد اللي انا اثق فيها في هذه الدنيا. وانا عن ثقتك مثل ما تعرفني زين. انت تعرفي يعني بعد التقاعد اتفرغت لشغلي وبس. باختصار عن احتمال اني بشارك واحد في مشروع كبير. اللي اعرفه انك رافض مشاركة اي حد معك. ما كل واحد يكون زايد. انت قبلت مشاركة زايد على امل انك تتزوج وعد. صحيح، والزواجة ما تمت، وهو اللي خلاني ما شارك حد بعد اللي سواه معك ومعي. طيب ايش اللي تغير؟ قلت لك اني انا الحين متفرغ وحصلت على شريك مناسب. اكيد اخوي الحاج عبد السلام ما تعنى لهنا حتى يقول انه حصل الشريك المناسب. طبعا لا، انا داخل في هذه الشراكه في مشروع كبير ضد زايد، عشان كذا انا اتقصدت اني اخبرك وبيعرف واتاكد ان زايد خرج من حياتك. انت تعرف يا اخوي اللي بيني وبينه انتهى بالطلاق. بس انت كلمتيه مريم. انت تراقب تليفوني؟ ومن متى كان هذا اسلوبي؟ الظاهر انك نسيتي انه رقم تليفونك باسمي والفواتير تجيني المكتب، لكن الحين خلاص صار الرقم باسمك. تفضلي. كان يوم عيد ميلاد. انا عارف انك حبيتيه بكل جوارحك، لكن اريد اذكرك واقول لك ان هذا الانسان ما يستاهل. أنا بدخل في هذا المشروع ضده، وأتمنى إنك تخرجيه من حياتك وتكوني معي على يدك. خير رقية، إيش صار؟ أنت مشغولة الحين؟ لا تقريبا خلصنا. نقدر نروح نشرب فنجان قهوة مع بعض؟ إي ممكن. أنا ما أعرف إن شريت، مع أني عانيت حتى ما حصلت على ورقة الطلاق منه، إلا أني أقول يمكن استعجلت. وأحياناً أقول له زين اللي صار، واعذريني على هذا الكلمة اللي بقولها، لأني جالسة أتكلم عن أبوك، لأني تأكدت أنه إنسان سيء. الغريب أنه ما حد يعرف أسباب طلاقك منه بعد كل ذاك. بعد كل ذاك الحب للأسف كان حب من طرف واحد، واحد يرضيه واللي هو أنا. تعرفين أن لازال قلبي ضعيف اتجاهه. قبل كم من يوم اتصلت فيه وباركت له بعيد ميلاد. ما حد لمك على صدق مشاعرك يا رقية. صح، وما حد يعذرني عليه. يعز علي يقول هذا الكلام، بس صدقيني أبوي ما كان يستاهلك. الكل يقول ما كان يستاهلني، ولا زال يقول ما كان يستاهلني، بس للأسف أنا عرفت متأخر. بس المشكلة فيني أنا، أنا يا رضية. تريد تعرفي ليش أنا طلبت الطلاق؟ أنا بقول لك الحين. هد شوي رقية، أنا ما أريد أعرف، لأني متأكدة أنت ما قلتي لأحد. أرجوك يا رقية لا تتكلمي وأنت من فعلك. معك حق، هذا كلام ما ينقل. عشان تتخلصي من كل هذا الألم، العقل يقول لك شوف نفسك أحسن. ما ناقص إلا إني أشوف لي معالج نفسي. وإيش اللي يمنع؟ أنا ما قصدت طبيب نفسي، قصدت أي واحد ممكن يطلعك من الحال اللي أنت فيها. رقية قصدك أتزوج؟ مثلا، وليش لا؟ وممكن يكون لا لا لا،
على كثر ما تقدموا لي بس ما فكرت بالزواج، مع انهم قلوا بعد ما خرج اخوي الحاج من الوزارة. هو واحد كان ممكن يسوي شيء في حالتك. حصلت المعالج النفسي؟ هو واحد بس للأسف مو موجود. عمي ماجد. جاوب على السؤال بسرعة. أنا بخير. ها؟ خلاص يا قيصر. على راحتك. إذا ما تريد تتكلم ما في مشكلة. بالأول قل اللي تدمع عينه يعني ضعيف؟ أعوذ بالله. من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللي تدمع عينه يا قيصر انسان رحوم وقلبه كبير حتى لو اتهموه بالضعف. يعني اللي عيونه تدمع ما ضعيف؟ كل بني ادم ضعيف يا قيصر، كل بني ادم، والقوي هو الله سبحانه وتعالى. بس في الدنيا في ناس اصحاب نقود اقوياء، في ناس فهي وسيلة ضعفاء. تريد تقول لي ان اللي عندهم نفوذ عيونهم ما تدمع؟ اريد اقول لك اللي عيونه تدمع يعني مقهور. مقهور؟ بغيت تقول شيء؟ بغيتك تسمعني، لاني احس لو عرضت عليك مشكلتي يمكن احصل الحل عندك. قلت لك ما اريد كل شيء، بتاخر على موعد الطياره. طيب متى بترجعوا بالسلامه؟ اول ما نخلص شغلنا. ايش لك بعد؟ ما شيء. بس قيصر بس اني من ذي الحنة. قلت لك من ارجع بتصرف معاه. ما اعرف عنه شيء، تليفونه ما يرد عليه، اخاف يكون صار له شيء يا زايد. طمني، لو صار له شيء بنعرف. بعدين ولدك هذا عفريت، لا تخافي عليه. بس لو تعطيه فرصة وترضى عليه. نعيمة خلاص خلاص سكت سكت. وبعدين يعني في هالسالفة انت شايفة وقته هالكلام؟ انا من زمان اتمنى انول رضا ابوش، وهذه السفرة فرصة. انا خايفة اجرك معاه. وانا اتمنى انه يجرني معاه. بتكون مجرد ظلة اكثر. حجم الظل يكون بحجم صاحب الظل، واحيانا يكون اصغر. ممكن وممكن يكون اكبر، هذا يعتمد على زاويه الضوء. بتكون
تكون مجرد تابع. اعمل هذا، اترك هذا، مجرد تابع. ممكن، بس الفترة، الحياة ماراثون، الحياة سباق لما لا نهاية، واللي متأخر ممكن يلحق ويتقدم، ومن يعرف ممكن يتصدر بعد. بس أنا ما أريدك تكون مثل أبوي، شداد فهمني. وأنا أريد أكون مثله، أنت اللي فهميني أرجوش. تريد تلبس لباس القوة والجبروت وتجاهر بيه مثله؟ أيوة أيوة أيوة. هذا الزمن هو زمن أبوش وأمثاله. أنا مصر أن أوصل لمرتبته وإلى قدرته في إدارة الأمور. خلي بالك على الأولاد، أنا تأخرت. مالك؟ كأنك تغيرت عني لما سمعت ساعتك. لا أنا كتبت لك عنوان شقتي في هذا. ايش فيه؟ خذ هذا مفتاح شقتي. كأنك تريد تتركني؟ لو سمحت تفضل معنا. في شيء جديد؟ من غير أسئلة وهناك بتعرف كل شيء. لا تنسى اللي خبرتك عليه والطبخ. انت وين تريد تاخذه؟ لو حبيت المفتاح انت. أنا بخير، خلي بالك من نفسك وبنفسك. رحلة موافقة يا أبو قيصر. كل شيء جاهز هناك بالنسبة لحجز الفندق والمنزل. أنا رتبت كل شيء وحتى برامج زيارات جاهز باليوم بالساعة وبالدقيقة. تعجبني قصة هذا. يلا يا شباب تفضلوا يا عمي، أنا جاي. Thank you.
السلام موجود معنا في نفس السفرة. أنا عرفت إنك فرغ لأعمال الخاصة وبدأ يباشرها بنفسه. أنا سمعت إنهم يقولوا إنه عليه قضية ومعرض للسجن. هذا اللي أنتوا شاطرين فيه ومضيع عليكم نقل الكلام. أنا سمعت إنهم قالوا، يعني ولا معلومة متأكد منها، معتمد على اللي سمعته واللي قالوه. هذا ما كلامي أنا يا عمي، هذا كلام السوق. يعني أي إشاعة تسمعها في سوق المال تصدقها؟ طبعا لا. إذا لا تصدق أي شيء تسمعه في سوق الحياة. كنت لازم أعرف إن اللي في مثل ذكائك ما يطيح يا الحاج عبد السلام، بس أنا استعجلت وخسرت خسارتين. خسرت أفكارك اللي ياما نفعتني، وخسرت رقية، أجمل وأرق إنسانة عشت معاها في حياتي. أحس عمري وكأنه ولدت من جديد، الحمد لله رب العالمين. كيف؟ ندور لك بنت الحلال؟ عاد ما كذاك يا بنتي. عموما موعدك بعد بكرة علشان اطمنوا عليك أكثر بعد العملية. وأنا معقولة أنسى؟ ماجدة سلمي لي على الدكتور نواف كثير. إن شاء الله يا أبوي، تأمرني بشيء؟ مشكورة سلامتك. يلا من رخصتكم. بعد مالي؟ انت متاكد انك بخير؟ الحمد لله رب العالمين. مثل ما انت شايفه في شيء؟ حاسه بضيق من ساعات. بس ما اعرف السبب. ما اريدك ترك المريض الا في حاله تغيير دوامك. ان شاء الله الدواء ياخذ وقته، وسجلي اي حاله عارضه يمر فيها ان شاء الله.
أنا ما بخرج الليلة، بكون موجود. For some juice? I know that all my time is yours. Majid, do you think that the age gap between us is bothering you? What I know is that I have waited for a long time to meet you. What does that mean? It means that you have saved me from confusion and taught me a lot. And you still do. With you, Margarita, I feel more confident every day. I wish to acquire all the world's knowledge with you and be a complete human being. I wish you'll stay with me till my last moments. I wish there are no last moments without both of us together. Give me a minute to change and then you'll take me to the hospital. I have a treatment session today. Sure, darling. البركة في فيلم يوسف شاهين، هو اللي جمعنا. بس احنا لسه ما اتفرجناش على اسكندرية كمان وكمان. بندخله ان شاء الله يا حبيبتي، ولا يهمك. دلال. ايوه حبيبي. انا ما اعرف اذا الله يعاقبني ولا يكافئني، لاني عرفتك من زوجتك. ليه بتقول كده؟ لانه لو كان يكافئني فأنت بتكوني الجنة في الدنيا اللي ما تخيلت إني أعيشها. ولو كان يعاقبني فأنت الامتحان الصعب اللي أتمنى إني أنجح. صدقني أنا لولا إني قابلتك وعرفتك كان زماني عايشة تحت رحمة يوسف ابن عمي وإخواته. أنت المنقذ الوحيد لي. بس إيش؟ أرجوكي كملي. خايفة الأيام تغيرك علي. مستحيل أترك السعادة بعد ما لقيتها. هذا يكون جنون. أنت بالذات بقى ما تتكلمش عن العقل والجنون. يا مجنون.